أزمة عربية أخرى تضاف إلى أزمات المنطقة، فالعالم العربي اليوم يمر بأزمة قراءة ومعرفة، ما نتج عنه تأخر معرفي يظهر في حياتنا اليومية. ملايين الطلاب والطالبات من مختلف أصقاع الأرض حاملين كتاباً بدلاً من جوازات سفرهم، شاركوا في أكبر مشروع عربي يهدف إلى إعادة الروح لثقافة القراءة والمعرفة. موسم ماراثوني جديد من تحدي القراءة العربي شهد مشاركة أكثر من 14 مليون طالب وطالبة يمثلون 50 دولة عربية وغير عربية تقيم فيها جاليات عربية. هديل أنور من السودان، ألف مبروك. الطالبة هديل أنور من السودان حصدت لقب البطولة في دورتها الرابعة، فيما نالت مدرسة الإمام النووي من السعودية الفوز بجائزة المدرسة المتميزة على مستوى الوطن العربي. أشعر بالفخر كون كلمة الضاد قد أعليت على كل اللغات، وأبارك للجميع زملاء الأبطال كوننا هذا مرادنا قد حققناه بإعلاء كلمة الضاد، بإعلاء اللغة العربية والنصر اليوم للوطن العربي. استطعنا أن نخرج طلاب يكتبون القصص، نخرج طلاب يستطيعون أن ينقدون النصوص، نخرج طلاب يستطيعون أن يحكموا الكتاب، ما بين كتاب فكر ضال أو فكر منحرف أو فكر جيد ينبغي التبني. القراءة إصباح المضيء في عطفة هذا الزمان ونافلتي إلى العالم. وتهدف بطولة تحدي القراءة العربي في رفع مستوى الوعي بأهمية القراءة لدى المشاركين عبر تعزيز تطوير آليات التعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير الناقدي والإبداعي. عبد الله المطوع، العربية. هديل أنور انضمت إلينا في الاستديو لنتعرف عليها أكثر. صباح الخير يا هديل. صباح النور عليكم هديل. ألف مبروك. الله يبارك مبروك فيك. ومبسوطين لك ومبسوطين لكل هذه التجربة، يمكن لتنال العالم العربي جميعا. 776 كتاب قرأتي خلال السنة الأخيرة وناوية تكمليها 1000 كتاب. أكيد. متى تلاقي وقت تقرأي يا هديل؟ بالنسبة لي القراءة أسلوب حياة، ما بيمر يوم بدون ما أقرأ شيء ولو بضع صفحات، يعني إذا كنت مشغولة. ففي بداية كل شهر أحدد الكتب اللي حابة إني أقرأها وأوزعها على الأسبوع وعلى أيام الأسبوع. وتبدأين فيها العناوين، كيف تختارين هذه الكتب؟ أول شيء خليني قبل لا أسألك تجاوبين على هذا السؤال، ما هو شعورك بعد إعلان اسمك بأنك أنت بطل تحدي القراءة العربي؟ أكيد انغمرت بالفرح الكبير، لأنه أول شيء رفعت رأس بلدي، ثاني شيء حققنا مراد سمو الشيخ محمد بن راشد بإعلاء لغة الضاد واللغة العربية. وأكيد لأن كلنا إحنا الأبطال رفعنا اسم أوطاننا عاليا وخليناهم فخورين بي. جميل. متى شعرتي بهذا الإحساس؟ ان انت فزتي لحظه اعلان النتيجه قبلها بايام عند وقوفي على المسرح في انتظار النتيجه. الله. فقط شعرتي فيها. اظن هذا شعور لا يعوض، طول عمرك ما حتنسيه. أكيد. هديل، ايش اكثر انواع الكتب اللي تشدك، اللي تحبي تقرايها لما تعملي الخطه الاسبوعيه للقراءه؟ يمكن زي ما سألك عاد العناوين اللي تاخذك. أغلب العناوين تكون عناوين أدبية، لأنه الأدب يراقب المستوى الفكر ويهذب الكلمات، فأغلبهم بيكونوا عناوين أدبية. تحب الشعر والأدب جميل. من يعجبك من الشعر؟ شاعرك المفضل؟ شاعر المفضل محمد عبد البارئ. محمد عبد البارئ. طب وكاتبك المفضل بما أنك قارئة نهمة؟ كاتب المفضل لا أستطيع أن أحدد كاتب لكل المجالات. ما في كاتب معين كذا تحبي تقرأي له دائما؟ دائما سعودي السنعوسي. سعودي السنعوسي. طيب قرأتي روايته؟ أكيد. كل رواياته؟ أكيد. طيب خليني أسألك اليوم، أنت اليوم لغة الضاد، حتى الطلاب في المدرسة أنه يخلصون الحصة في اللغة العربية ويروحون بيتهم لا يشعرون برغبة في القراءة، بماذا تنصحينهم؟ كيف يبدأون على الأقل؟ أنت بنفس المرحلة العمرية صح؟
أنصحهم أولاً شيء، لم تحب اللغة العربية لا تستطيع التقدم في لغتنا العربية، هي اللغة الأم والتي نستطيع بها إعادة مركزنا بين الأمم. فأولاً يمكننا أن نبدأ بتدرج في المقروء، من القصص القصيرة إلى الكتب المتوسطة إلى الروايات إلى الكتب الكبيرة. هكذا أنا بدأت، وتدرج المقروء يساعد جداً على استيعاب الكتب وهكذا أشياء. ثم عليهم أن يتذكروا أنهم إن لم يتعلموا القراءة لن يعيشوا أحرارا في الفكر والمعتقدات. الله، جميل جميل، يعني ما شاء الله عليك 13 سنة بس فعلا القراءة تنمي الفكر بطريقة يصير الواحد أكبر من عمره الحقيقي. طب هديل، احكي لنا على يومك الطبيعي. أنت بتروح المدرسة، بتيجي من المدرسة، يمكن تذاكر دروسك، متى تبدأي تقرأي؟ يعني في بعض الطلاب كثير يجي من المدرسة خلاص ما عاد يبغى يفتح كتاب، يبغى يلعب، يبغى يسوي أي شيء ثاني. حسب الكتاب، أحيانا في كتب أحب أقرأها في الصباح الباكر، وفي كتب أحب أقرأها قبل ما تروح المدرسة؟ ما شاء الله، يعني بضع الصفحات إذا صحيت متأخرة شوية. أحيانا إذا كان الكتاب 60-70 صفحة بكمله كله. ما شاء الله. وأحيانا أقرأ بعد العودة من المدرسة، أخذ مسافة قصيرة بين المذاكرة وكتابة الواجبات، أقرأ فيها بضع صفحات، بعد أن أخلص واجباتي مذاكرتي أعود وأكملها. طيب خليني أيضا بأنه أتساءل، اليوم أنت في عمر صغير جدا، أقرانك الحديث اليوم أصبحت موضة بأنه الفتيات والصبيان يتحدثون باللغة الإنجليزية ويدخلون مفردات غير المفردات اللغة العربية في حديثهم، ألا تعتبر كول؟ أنا أيضا أتحدث في الإنجليزية، وأحيانا عندما أتحدث مع صديقاتي أيضا أدخل بعض المفردات الإنجليزية. طيب. ولكن لا يجب علينا أن نفسد هويتنا باللغة الإنجليزية، من الطبيعي جدا أن يحدث ذلك بين الأصدقاء وهكذا، ولكن لا يجب أن تطغى على هويتنا العربية، لا يجب للإنسان أن ينسى أصله. يمكنك أن تتحدث 7 لغات لكن لا يمكن أن تنسى لغتك الأم. صحيح، أكيد. حكم ما شاء الله عليك يا هدي، قاعدة تقول اليوم 13 عاما وتفهمين ربما فعلا فعلا هذا دور القراءة. هدي، حابة أسألك عن البيئة المحيطة، يعني دائما يقال أنه الطفل القارئ والداه قارئان، هل علاقة أبواك بالكتاب نفس علاقتك قارئين، هم اللي شجعوك على القراءة؟ أكيد، هما اللذان شجعانني على القراءة وعلى الاشتراك في مسابقة تحدي القراءة العربي، وهما اللذان يدفعاني بي بنخلف، كما أنهما قارئان، لذلك يبدو ذلك طبيعيا في منزلنا. تستشيروا بعض في الكتب وفي المعلومات أكيد. طيب، نتمنى كل التوفيق لك إن شاء الله في حياتك. ما الحلم القريب والحلم البعيد لك؟ الحلم القريب هو أن أزرع القراءة في نفوس الصغار كونني قريبة من عمرهم. حلمي البعيد أن أصبح طبيبة وكاتبة في آن واحد إن شاء الله. نقرأ لك أول كتاب، تحقيق كل أحلامك يا رب. هديل، شكرا جزيلا، أنا عارف أنه أنت لم تنمي إلا ساعتين أو سوية من الفرح، إن شاء الله دائما فرحة سعيدة وفرح. شكرا جزيلا لهديل أنور، بطل تحدي القراءة. يعطيك العافية.